يلا بينا ندخل نتكلم في الكرة على طول علشان الناس يلا بعت بينا. لنا أسئلة كتيرة قوي والحقيقة يعني إن بعد كلام كابتن جوارس السيد وكابتن ميدو الحقيقة إن الأسئلة كمان كترت. فخليني الأول أبتدي معاك وأقول لك إزاي بعد ما انضممت للمقاصة الموسم ده، شايف إزاي فكرة إن أنت بتسيب الزمالك وبتروح للمقاصة يمكن لأول مرة في مسيرتك بتلعب في نادي تاني غير الزمالك جوه مصر؟ لا ما فيش، هو انت عارف اللي هو اللي يعني هي دي سنة الحياة وهي دي الكورة ويعني كانت في يعني الناس كانوا عاوزين الخطوة دي، فكان لازم منها يعني كان لازم منها، وكل شيء نصيب الحمد لله يعني عليه. ايه الفرق ما بين محمد ابراهيم ومحمد صلاح غير الفرق الفني؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فرق فني بمعنى لا بعيدا عن الفرق الفني، هو الراجل في مركز وانت في مركز تاني، يعني بعيدا بقى عن الفرق الفني، ليه ايه يعني من زمالتك لمحمد صلاح وباللي هو وصل له دلوقتي، انت شايف ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ ما فيش، هو ربنا كرمه، كان بيلعب في المقاولين، فالظروف ساعدته اللي هو يطلع بره بدري، ده ساعده كتير. طبعا انت عارف لما بتبقى في نادي كبير بيبقى الموضوع صعب اللي انت تطلع بره بدري. انا لما جالي اكتر من عرض في الاول الزمالك كان بيرفض، فده الحاجات برضو بتأثر، انت لما بتطلع بدري غير لما بتطلع متأخر شوية، فده حاجات مؤثرة. هو ربنا يعني ربنا كرمه طلع في الاول فرقة كويسة، قدر يعني قدر طبعا محمد اللي هو يشتغل على نفسه وربنا كرمه ووصل لحتة حتة محترمة يعني. انت قلت لي ان كان بيجي لك عروض وكان الزمالك بيرفض، ايه العروض اللي كانت جات لك في وقت كنت صغير فيه والزمالك رفضها؟ يعني جالي ملقا وجالي سيون ويعني جالي حاجات كتيرة يعني حاجات كتيرة، وملقا كان في وقت مميز يعني انا اطلع فيه، ولكن النادي رفض ساعتها في الوقت ده وما حصلش نصيب، بس هو ده يعني ده ابرز الحاجات اللي جات لي يعني. بتفضل ان انت يعني تخرج تاخد فرصة للاحتراف ولا انت تكمل في مصر؟ والله يا امير ما بفكرش في حاجه زي دي، انا زي ما قلت لك انا ما بحبش، انا بحب ابص اللي انا الفتره اللي فاتت دلوقتي، باخد فتره بفترتها كده، فانا فترتي دلوقتي مع المقاصه اللي انا يعني اختم معاهم في مكان كويس وابقى موجود في منتخب مصر. لو انا عملت قدرت ربنا يكرمني وابقى في توفيق ان انا اعمل كده، اكيد ساعتها هبص، ساعتها انت هتبص هتبقى حسب العروض وحسب الحاجات اللي بتتكلم فيها، ساعتها هتختار بقى. حسب العروض دي معناها ان انت منفتح لأي عروض؟ مفيش عروض هتقول لها لأ؟ اي حاجه هتناسب اللي انا عاوزه وهتناسب وهتوصلني للنتيجه اللي انا عايزها، اللي انا ابقى في مكان كويس اكيد مش هتاخر. طيب لو الزمالك هو اللي طلب ان انت ترجع هترجع؟ زي ما قلت قبل كده في وجود المجلس الحالي هفكر شويه يعني هيبقى صعب. شويه. لا بص، هو مش هيبقى صعب عشان نادي الزمالك، بس من اللي انا عانيته فهيبقى فيه تفكير شويه، هيبقى فيه تفكير جامد، لان انت محدش عارف اللي انا حطيت فيه غير انا يعني، محدش عارف اللي اتحطيت فيه غيري، وانا مش عاوز اتكلم في الموضوع تاني ولا عاوز افتحه تاني، انا خلاص الموضوع بالنسبه لي اتقفل بالمفتاح، فمحدش عارف المعاناه اللي تعانيت بيها غيري انا، فعشان كده بقول لك من اطار الحاجه اللي انا مريت بيها يعني. بس يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن علاقتك مع نادي الزمالك، لا علاقة مستمرة، وعلاقتك بجماهير نادي الزمالك علاقة يعني مستمرة، بس اه طبعا بيضايقك شوية الحاجات اللي بتحصل من بعض جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا؟ بص، انا برضو الحاجات من ضمن الحاجات مش عايز اتكلم فيها، انا هقولها كده بسرعه. في ناس يعني كل واحد بيعبر على اللي جواه، وكل واحد بيعبر على اصله او بيعبر على شكله، فانت لو انتقدت انتقاد محترم فده بيعبر على شكلك واحترامك لنفسك، لو انتقدت انتقاد بيبقى فيه ان انتقاد خارج شويه، ده بيعبر برضه على تربيتك وبيعبر على اللي انت فيه. فانا من نوعيه الناس اللي مش بركز مع الحاجات دي خالص، لان انت في الاخر وفي الاول بتقول وجهه نظرك دي بنسبه 99% ممكن تكون غلط، وممكن ما تكونش وجهه نظرك في الاساس، ممكن تكون وجهه نظر انت بتسترزق منها. فأي وجهة نظر محترمة بانتقاد محترم هتقبلها وهتبقى جوه قلبي، وبالعكس في ناس كتير بتبعت لي والحمد لله برد عليها، والناس عارفة رد بيبقى عامل ازاي يعني.
اما اي وجهه نظر تانية احترام بتبقى خارجه او بيبقى فيها الفاظ، فدي بتعبر على الشخص اللي بعتها يعني. بس مش هو ده تعليق على الموضوع يعني. طيب بمناسبه الكلام عن الشركات، كان كابتن عمر جابر كان قال كده تصريح سنه 2011 تقريبا، ان كان في شركه تسويق اسبانيه عرضت فيديوهات ليكم على نادي ريال مدريد، ونادي ريال مدريد كان مهتم بان هو انتوا الاثنين تروحوا يعني تقضوا فتره معايشه مع النادي. كان فعلا الكلام ده صح ولا هو كان هو في الموضوع اللي حصل؟ في حد كلمنا فعلا، ولكن ما كانش في اي حاجه يعني. واحد كلمنا كلام شافه، لكن اي حاجه حصلت رسمي او كان في حاجه، لا ما كانش في حاجه رسمي. لكن في واحد كلمنا، الواحد ده كان بيشتغل في ريال مدريد ولا كان شركه تسويق عاديه؟ لا كانت شركه تسويق عاديه، ولكن ما كانش في اي حاجه اكتر من كده يعني. طيب يا راجل وريال مدريد، طب انت زي ما اهتمتش ان انت تروح؟ ولو كان لو كان جاب حاجه كنا هنشوف، لكن هو ما جابش حاجه. ما جابش يعني، هو جه اتكلم مره واختفى بعدها بس يعني. يعني كان كلام بس.